هل تستمر الزوجة مع رجل أو زوج ما يصلي، مع العلم أن عيالي يعني يصلون ويبون يشوفون أبوهم يصلي؟ طبعا تستمرين تستمرين تستمرين، لأن الهداية من الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يشاء العبد ومن يشاء الله. تفسير يعني تفسير أنا سمعتها تفسيرين يعني اثنين. فهو لما يكون جاهز إن شاء الله أنت بس ادعي له بالهداية، ادعي له بالهداية. وايد في ريايل زينين ما يصلون، ادعوا لهم بالهداية. مو معناته هو ما يصلي معناته هو بزين، إن شاء الله ادعوا لهم بالهداية. يعني سبحان الله عند شيء معين سبحان الله ما تعرفين بي يوم عليه، بس انت لا تتمين تزنين بينفر منك. اول ما تزوجتي شفتي ما يصلي، نصحتي كم مرة، خلاص خلاص كل فترة وفترة ذكرتي، كل فترة وفترة، ولكن هذا الزن تخربين حياتك، خلاص هذا نصيبك نصيبك. سبحان الله بيصلي بيصلي بالعكس، وإن شاء الله عيالك بيكونون له حافز. بالعكس خذيها من الجانب الثاني، ترى في النهاية علاقتنا مع الله، إحنا الله يحاسبنا. فأنا يعني أنا أساعده لكن أنا ما أحاسبه، عرفتي؟